وهي صدمة كبيرة كانت. أنا ما عملت شيء هيك في الهواء، أنا بدي أعمل صدمة إيجابية للبنانيين لحتى نعرف قديش نحن بمكان خطر. اللي عم يصير إقليميا هو خطر على لبنان، خلينا نكون عاقلين. لحتى تنجح هذه التسوية كلنا لازم نلتزم بالنقي بالنفس. النقي بالنفس يعني النقي بالنفس، نقطع السطر. أنا طول عمري ده مادة إنه سعد الحريري بيضحي بحياته، بتضحي بشروطه، بتضحي إنه كلياتنا عم نضحي. المهم إنه البلد يضل بخير. سعد الحريري ما حيتركني، وأرجع على لبنان قريبا جدا. اللي قدمه رفيق الحريري بيقدمه سعد الحريري. لبنان أول، أنا أمرار بروح على دول شوفهم إنه بيغاروا على لبنان أكثر من دول. ليش؟